سيدي احنا محرومين وضايعين من 2006 احنا عايشين على الظلمه، جالسين لا ما لا ضو، مكرفصين من ناحيه الماء من ناحيه الضوء، احنا مكرفصين اكبر تكرفص بالخصوص الضوء. دوار سميتو الفقره البعتلاويه جماعه بير طالب اقليم سيدي قاسم، رحنا مسخسخين راه من 2006 راه ماشي عام ماشي جوج ماشي ثلاثه، العيد الكبير كندبحوا راه ما كناكلوش، تناكلوا هذاك نهار العيد، النهار الاخر راه كندوروا على الدوار اللي عند الناس اللي عندهم ثلاج، وحده كتشدوا لك وحده كتقول لك اختي راه عامر كنرجعوا كنلوحوا خانز كنقدوه كيخنز لينا، راه حنا عايشين واحد الكرفيصه لا يرثى لها. كنطلبوا من حنا 11 دار، 11 دار اللي كاينه، وانا اول وحده هنا وجارتي اللي سكننا جوج الناس اللي سكننا في 2006. عندي ربعه الوليدات، ثلاثه الاولاد وبنت، الكبير فيهم عنده 17 عام تقريبا، من المهم اللي سكنت به كان عنده 4 شهور، دابا راه قريب يقفل 18 سنه. لا ضو لا تلفازه لا ثلاجه، ومرحبا تدخل معايا تشوف كل شيء، تشوف الكوزينه تشوف البيوت تشوف كل شيء على عينك، راه ما كنكذبوش ولا كنمثلو، راه حنا مقهورين واحد القاهره ما عندها حتى مثيل، راه خا نهضرو تنعياو راه ما نعبروش على داك التكرفيصه وعلى التسخسيخه اللي حنا فيها. راه كنطلبوا من الناس المسؤولين ومن ساعه من العامل ديالنا اللي مسؤول على سيدي قاسم وعلى محمد السادس الله يشد لينا فيه ويطول لينا في عمره، والناس المسؤولين يشوفوا فينا ويرحمونا يرحمونا، راه حنا مكرفصين واحد التكرفيصه. سيدنا موفر لينا جميع الحقوق ديالنا، راه مخرج لينا الضوء للعالم القروي، مخرج لينا الماء، مخرج لينا كل شيء، ولكن حنا راه ما وصلنا حتى شي حاجه، راه ما كاينش اللي كيسول فينا، فيما مشينا كيسدوا علينا الابواب. الرخصه منين مشينا نقطعوا في القياده كيقولنا ديروها، والبلان ديروه درناه بزباله تاع الفلوس، والضوء ما قادرينش يدخلوا لينا، علاش؟ علاش الضوء ما قادرينش يدخلوا لينا؟ والماء علاش؟ طبيعة الحال دفعنا ومشينا وعاودنا، طبيعة الحال اخويا، ومنين مشينا اخر حاجه كيقولنا سيروا شريوا عمده. واش حنا عندنا في الاستطاعه ديالنا كون كنا قادرين نشرو عمده عاد نوقفوا عليهم هما؟ حنا خويا ماشي في الاستطاعه ديالنا، انت كتشوف الظروف كي دايره، واش باقي ولد تقولي سير عقم يدك ما كيعرفش شنو هو التعقيم؟ واش دابا حنا في زمن كورونيا 2021 حنا دابا؟ علاش؟ علاش دري صغير ما كيعرفش؟ روسهم باغي يتفرج فيهم دري صغير عتبقى شادو؟ ما يمكنش اخويا عاد تشد دري صغير مسكين، واش غيمشي عند الناس غيتفرج؟ وشوف اخويا العمود شحال ما بعيدش منا بزاف، علاش حنا ما عندناش حق؟ ما عندناش اخويا حق حنا ندخلوا الضو؟ خويا راه حنا مقهورين، راه واخا غادي نقول لك راه حنا ربي اللي عالم بينا خويا من ناحيه هاد القهري هادي، واخا نقول لك راه البيدوات الناس كل شيء قدامو البيدوات جيراننا وكل شيء، خويا راه حنا مقهورين. اخويا الدوش راه طبيعي بحال كدوش وكتخمم البيدو الاخوة، هادي ماشي مساله ديال القهره، هادي راه القهره هادي بزاف كاع. واش باقي خويا شي واحد مقهور؟ معكم هشام البعتلاوي بن طوار فقره البعتلاويين ساكن جماعه بير طالب. حنا اليوم تنعانيو بسبب ديال الماء والضوء، عندنا هاد جوج وسائل اللي ما تنعانيو منهم، ان الجماعه ديالنا مشينا الجامع شكينا عليهم على الماء والضوء، تيقولنا غنجيبوا لكم الضوء هاد العام هاد العام، كل عام تمشيو عندهم تيقولك غنجيبوا لكم الضوء، هما تيجيبوا لنا لا ضوء ولا والو، تيعطونا وعود كاذبه دايم. دابا حنا 7 سنين وانا ساكن هنا، عندي البلان ديالي، عندي الترخيص، جميع القوانين تنخلصوهم، حتى شي حاجه حنا ما هربنا اليوم حتى شي حاجه، هما اليوم تيكذبوا علينا تيعطونا واعيد كاذبه. العميل يا سيدي قاسم يتدخل في هذا المشكل هذا ويشوف من حالنا ويشوف من حال وليداتنا. انا اليوم عندي 3 الوليدات اللي عومتو اليوم ما تنعوموش غدا، حنا ما عندنا لا تلفازه لا ضو ولا حتى حاجه، ما تنعرفوش شنو هاد كورونا، التعقيم ما تعرفوش دري التعقيم، حتى حاجه ما تنعرفوها. حنا اليوم راهم هاد الناس حقرونا بزاف، واش حنايا دابا في 2021 قاعدين بلا ما بلا ضو؟ حشومه لا يعقل، حشومه حسب الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي مسؤولين بينا، هما اللي ما خدموش ما خدموناش، حنا تنصوتوا عليهم، والدينا صوتوا عليهم، كلشي تصوت عليهم، هما اليوم ما وصلوش الصوت ديالنا سنين وحنا مقهورين. كاين الناس اللي ساكنه 16 عام قبل مني قاعدين بلا ضو بلا ما، حسب الله ونعم الوكيل. انا الصوت ديالي تنوصل من هذا المنبر للعامل ديال سيدي قاسم، يشوف فينا في وجه الله ويشوف فينا بوليداتنا، يجي ويسول فينا، حنا في دوار فقراء البعتلاويين، الله يرحم الوالدين، حنا طلعناش من هذا المنبر ديال شوف تيفي، الله يرحم الوالدين، شوفوا فينا بوجه الله.